السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا اليوم 22 رمضان 1443، رانا اليوم في دوار عياض عند أخينا خضروي عبد الحميد. خضروي لافامي خضروي معروفة، أو في راس الوقت معروفة بزاف، كاين لي زونتربرونور، كانوا جماعة دي ديريكتور، وكانوا جماعة يخدموا الفايونس و سكانير وذاك منها، كان بزاف حوايج. المهم اليوم مش نهضروا على سكانير ولا نهضروا على فامي خضراوي، نهضروا على اجواء رمضان في راس الوالد. اجواء رمضان في راس الوالد قريت خلاص، مش مازالنا 9 أيام 8 أيام للعيد ان شاء الله. واش نقول لكم؟ ديما نقول لكم انا ابوني في لاشين تاعي، ديروا جيم ولايكوا في لي فيديو، وما تنسوش لي كومونتير. بيبدا هذا ستانليبر تاع جازوس. واش راك بخير؟ لاباس بخير. واش تحكي لنا مع رمضان هذا، مع الجوا كيما مركب دابا الكاميو الدور ورايح وجاي؟ شوف انا مع الكيزوز اللي دري صاحبي قد منها تسابت منها اروع منها. هذا معايا معنا عبد الحميد ثانيها قد منها قد مع عبد الحميد ومعايا. واش راك مع الحانوت وجابوك حتى يجيكم حتى لهنا يجيبوا الكيزوز؟ رحمة ربي رحمة ربي الحمد لله والحمد لله بالصلاة السوا. عندك تدي ما عندكش تدي كارديوك واش راك واش بس عليك اليوم صحاح بس عليك اليوم كاو صحيح زين نورمال مش تبدا كريدي الواحد ومن بعد تجي عقاب وهذاك صح نمدو لهم. واش قول لي الكلمه الاخرى سعد الحميد، الكلمه الاخرى واش من كلمه؟ نقول لكم صحة رمضانكم وان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا. واش نقول لكم؟ وانت خويا نقول لكم ان شاء الله نكملوا رمضان بالصحة والهنا، وان شاء الله نعيدوا ثاني بالصحة والهنا. وما ننسوش فلسطين والقدس ان شاء الله ربي، هادو هما زوج راهم في قلوبنا ويحررهم ان شاء الله. امين رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وكنتم مع اجواء رمضان في راس الوالد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راني في دوار عياض، راني في وسط الكازوز. اشرب باه تقولوا اشرب وبزع ومد وصدق. الله يبارك. في وسط الكازوز. وانت واش راك في وسط الكازوز؟ انا نبيع. هاك تبيع؟ واش راكم لاباس مع رمضان هذا؟ كاين الحمود، كاين البولة، الله يبارك، القديلة، الله يبارك، الله يبارك، حتى ما تخص. كلش كاين. كلش كاين. صافي عندك يقول لك اعطي لي، ما يقولكش كاين. لازم يقول لك هات لي، ما يقولكش ما يسمسيش. والله وهذا واش؟ هو يتعنقش هذاك. هذا ما يتعنقش واش بيك؟ هذا راه نبيعوا له الكازوز. واش راك حبيبنا؟ لا جونيس، لا جونيس تاعنا، واش راكم بخير لاباس؟ صافا؟ ديالك هذا عطينا كوكا، واش راك انت؟ والله لاباس، وانت؟ واش راك مع رمضان؟ والله غالبك غالبك. انا والله طربقني، ما خليناها ما خلينا والو. ها مي خيرو في الكازوز ها. يطراو نص ها؟ يطراو نص ما كانش، كاين يطراو يطرسين. بيع وشرا. كاين الشريعة، الحمود. كاوس يطرسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا توجور في دوار عياض كما راكم تشوفوا، رانا نتخضر هنا حبيبنا وجارنا. واش راكم بخير؟ لاباس بخير. واش مع الخضرة؟ واش والله واش الأسوام؟ واش والله أسوام شوية غالية وصح أنا غالب. الله غالب تسمى القرو. القرو القرو هو اللي يدير في المشاكل هذيك. ومع رمضان واش كيف عقبته كيف؟ والله بيان الحمد لله. ما تقلقش رمضان كامل ما تقلقش. زعمي ما كاينش. الله فات بيان الله الحمد لله. الحمد لله مازالنا ثاني ساعة فواك على بالك. دوك مازالنا قدام، مازالنا 8 أيام إن شاء الله. مازال 8 أيام إن شاء الله. 8 أيام إن شاء الله للعيد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله ربي. واش تقول للناس راهم يتفرجوا فيك؟ واش تقول؟ واش نقول لهم؟ صحة رمضانكم، صحة عيدكم، صحة فطوركم. عايشك. هذا واش يقول؟ والخضره راه كاينه، البطاطا الله يبارك حمراء. قد راه يدير البطاطا؟ 13 تسمى راه هبطت شويه، بدات تهبط. زروديه قداه؟ 8 ريال. الله يبارك. ها والخيار؟ الخيار 15. وجريوات؟ 15. الله يبارك. والسلاطه؟ السلاطه 10000. 10000 هاي سي بون مليحه. الطماطم قداه؟ الطماطم 12. 12 والفلفل؟ الفلفل ب 13 وب 16. هاي 13 و16 هاي يا سيدي. اوه سيدنا الفريز. الفريز 35. هاي البنان. البنان 40. 40 الله يبارك. الدقلة 45. الدقلة تاع عرجون. خبز غبل فرانك. كيفاه قلت اخي؟ خبز غبل. خبز بلف.
وحليب ب 3000 هذا حليب بلاشين بلاشين عام سنة جبنا الشين تاع الصح هاي المهم باش نقول لكم انا حنا كنا في دور عياد في اجواء رمضان في راس الواد يعطيكم الصحه وان شاء الله نعيدوا بصحه ولهنا وللامه الاسلاميه وكل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام صافكم كما راكم تشوفوا انا توجو في الدور عياد هذا هو الجامع تاع الدور عياد الله يبارك توجو رانا في اجواء رمضان هذه الكيوسك هذا جاي في الدور عياد تول ماتيكو هذا كيوسك كما راكم تشوفوا فيه ديجا بدا يوجد العيد تقاشر لي جوي تاع الاولاد صغار الله يبارك السلعه بدات تجي كما راكم لبلكم بلي مازالتنا حنا 8 ايام شهر رمضان 8 ايام على العيد على العيد كبير العيد صغير سمحوا لي راني ولاني صايم وانا وقت نخرج في الهضره وكيوسك هذا راه جاب بزاف حوايج لي بورتوكلي لي بورتوكلي سويع سويع لي بارفان لي ديودوران كيما راكم تشوفوا الله يبارك نواظر اللي حاب يشري نواظر الولاد صغار وخلينا من لا فيونديز هادو لي فيونديز هادو كاين بارتو الطوموبيلات هادو الله يبارك لي بالون وكيما راكم تشوفوا لي بالون محطوطين واش راكم بخير لاباس دوكنش السلام عليكم راكم مع اجواء رمضان في راس الواد واش راكم بخير الحمد لله لاباس بخير واش مع رمضان هذا وقريب هاو خلاص دوكا ان شاء الله ربي يتقبل امين رب العالمين كلمه لا قبول كلمه صغيره للناس الكل راهم يتفرجوا فيكم ربي يثبت الاجر ان شاء الله امين ما تنساوناش بدعاء الخير امين الناس الاحياء ربي يبقي السر ان شاء الله امين رب العالمين وبوريكتم صحه فطور يعطيكم صحه هاي السلام انا توجور في دور عياد كما راكم تشوفوا الحانوت هذا اللي كنا نشوفوا فيه راه عنده ثاني الحلويات الله يبارك المهم واش قلنا كلمه الاخيره للناس اللي يتفرجوا فيك كلمه اخيره معكم وصحه فطوركم وعيدوا بصحه ولنا ان شاء الله عيدك يعطيك صحه شتيكم بالصدفه تلاقينا مع برايجي الله يبارك يخدم الجو هنا في راس الواد ديما في راس الواد ديما في راس الواد كما راكم تشوفوا الكاميرا راه كاينه شفنا الكاميرا وجو تاعو وجو هايله كما راكم تشوفوا جو دو مارك الله يبارك غادي تخدموا فيهم نتوما لوزين تاعكم والله راكم مع لوزين ولا لوزين تاعكم لا لا مع لوزين مع لوزين المهم شاب هذا واسمك اخويا عماد ميمون عماد واش نقول لك واش قول الناس راهم يتفرجوا فيك صحه مباركم صحه فطوركم صحه عيدكم عطيك صحة خويا ومنزل 10 ايام تاع رمضان يخليك 10 ايام الله ما بلغنا كيما نقولوا العيد ان شاء الله صحة وفطور متباعين ان شاء الله امين رب العالمين ان شاء الله العيد بالصحة ولهنا ان شاء الله امين امين يا رب تنحى علينا الماضي ان شاء الله امين ان شاء الله يعطيكم الصحة هيا قولوا صحة فطوركم عيطوا ما سمعتش صحة فطوركم صحة فطوركم مع بعضكم واحد زوج ثلاثة صحة فطوركم صحة فطوركم